اهلا بيكم في حلقه تصحيح المفاهيم الخاطئه في الانف والاذن والحنجره. النهارده هتتكلم على موضوع مهم جدا للاطفال. كتير جدا من اطفالنا بيلعبوا بجسم غريب. يعني ايه جسم غريب؟ بيلعب باستيكه، بيلعب بورقه، بيلعب ببنسه، بيلعب بخرزه، ونلاقيه دخلها في مناخيره، نلاقيه دخلها في ودنه. صح ولا غلط؟ ايه اللي بيحصل؟ على طول الام اول ما تلاقي حاجه زي كده تروح جايبه بنسه وتحاول تطلعها، على طول تروح جايبه ملقاط وحاول تطلعها. دي المفاهيم الخاطئه اللي عايز احذر منها النهارده. وبقول اي حاجه تدخل، اي جسم غريب يدخل الانف، يدخل الودن بتاعه الطفل، اوعي تمد ايدك عليه زي ما انا بقول. لان لو الاب او الام ابتدى يحاول يطلعها، اول حاجه انت بتعملها انت بتزق الكلام ده جوه الودن او جوه الانف، وبتسبب مشكله كبيره جدا لدكتور الانف والاذن ان هو يقدر يخرجها مره تاني. عشان كده نصيحتي ليكوا، اي جسم غريب دخل جوه الودن، دخل جوه الانف، على طول ما تلمسوش، تاخد الطفل وتطلع بيه على اقرب دكتور انف واذن، وهو هيطلعه لك بكل سهوله في خلال ثواني او دقائق. مع تمنياتي بالصحه والشفاء، دكتور هشام ابراهيم.